الصحة والجمال لون جديد للحياة. همسة بزاوية النار يعني عشرة بس لازم فيها فن، والكلمة زي عشرة بس همستها بتخلي العشرة أحن. مساء الخير، أسعد الله مساءكم، أتشرف أن يكون معاكم النهاردة، لكن حابة أني أبدأ حديثي وأقول لكم تكلم حتى أراك. حكمة عربية قديمة كلنا أعتقد بنعرفها، لكن إحنا عندنا مشكلة كبيرة وهي الخرس الزوجي. الخرس الزوجي مشكلة كبيرة بتقرق كل البيوت، يعني مش عايزين نعمم، أو معظم البيوت، ما بقاش في مصر بس، في إحصائيات كتير في العالم كله. تعالوا مع بعض كده نسأل، هو بيجي إمتى الخرس الزوجي؟ يا ترى بيجي بعد فترة طويلة ولا بيجي أول الجواز؟ بيبدأ الأول الأمر بالسكون الزوجي، ودي أول مرحلة في حياة الزوج والزوجة. بعد كده بيجي الصمت الزوجي، وبعد كده بيجي الخرس الزوجي. طب تعالوا مع بعض نعرف إيه هو الصمت الزوجي. كتير مننا ممكن يكون ما يعرفش إيه هو الصمت، لكن الصمت ممكن يكون في بعض الأوقات للاسترخاء، أو يكون ضعف في الشخصية، أو حتى يكون عصيان على الأمور اللي بتحصل في حياتنا، أو حتى دليل على الرضا اللي بيمر بيه الإنسان في حياته. ياه، معقول ممكن الإنسان يعيش كل المشوار ده وهو مش عارف إن هو ممكن يكون كمان مريض؟ أيوة، ممكن يكون مريض، ومريض بمرض معظمنا بنعرفه، وهو مرض الغدة الدرقية اللي بيسبب سكون في جميع أعضاء الجسم. النهاردة مش مجرد حلقة ان احنا نعرف فيها الخرس الزوجي وبس، لا، احنا هنعرف معناه، وهنعرف المفروض ان احنا نعالجه ازاي، ونطبق الحل ازاي بعدة امور بسيطة. خلينا مع بعض نشوف اول حاجة ممكن نتكلم بيها مع بعض. اولا لازم نعرف تركيبة الرجل وتركيبة المرأة، لا، وأيضا تركيبة مخ الرجل وتركيبة مخ المرأة. في عجالة شديدة ممكن أقول لكم أن تركيبة مخ المرأة عبارة عن جهاز مشع، المرأة عبارة عن مخ مشع. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقه مشع؟ خلقه مشع لأنها هي الضوء اللي موجود في البيت. لو هنيجي نعمل تجربة بسيطة على المرأة وإزاي هي عبارة عن عقل مشع، هتجد ان المرأة ممكن تتكلم في التليفون وتطبطب على ابنها وترد على زوجها ليطلب منها شيء، يعني تقدر تعمل ثلاث حاجات في وقت واحد. اما الرجل لو هنيجي نبص هنجد ان هو عقله في عبارة عن شكل علب، ولو هنيجي نعرف انه الرجل عنده علبة اسمها nothing او اللا شيء، يعني يقدر يفصل. يعني ازاي؟ حضرتك ممكن تبصي تلاقي زوج قاعد قدام التلفزيون بيقلب القناة الأولى والقناة الثالثة، وحضرتك بتتكلمي، لا هو سمعك ولا هو أيضا سامع التلفزيون، هو بيقلبه بس، هو فاصل، عنده علبة الناثينج إلا شيء. ليه ربنا سبحانه وتعالى حباب هذه المهارة؟ المهارة دي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للزوج لأنه بيقابل المجتمع الخارجي من مشاكل وأعاصير وخلافات، فبيديها له علشان يقدر ينسى ويفصل ويرجع لحضرتك بشكل جديد. حضرتك ليه مشعة؟ لأنك أم. الأب بينام في فراشه سعيد ومرتاح طول الليل، أما حضرتك لو ابنك سمعتي هفوة منه بتصحي تشوفي فيه إيه. سبحان الله،